إطلاق للنار في كنيسة في ألمانيا شهدت مدينة هامبورغ ليلة دامية. الشرطة الألمانية تلقت اتصالات لإبلاغ عن إطلاق النار بحي إيستردوف بهامبورغ. إطلاق النار أدى إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 24 آخرون. الشرطة أعلنت أن مطلق النار عضو في طائفة شهود يهو، وهو في الثلاثينيات من عمره وكان مسلحا بمسدس. اقتحم المهاجم الكنيسة خلال الصلوات شارك فيها 50 شخصا. صنفت الشرطة العملية على أنها بدافع الغضب، وقامت الشرطة بتحذير سكان المدينة من خطر شديد ودعتهم لتجنب المنطقة المستهدفة. وقع إطلاق النار في كنيسة شهود يهو، وهي طائفة مسيحية لا تعترف بالطوائف الأخرى. كانت بداية هذه الطائفة بولاية بنسلفانيا الأمريكية في عام 1872. تعتقد هذه الطائفة بوجود إله واحد يدعى يهو والمسيح هو ابنه. ترفض الاحتفالات التي يمارسها أغلب المسيحيين، ولا تحتفل شهود يهو بأعياد الميلاد الفردية. أتباع هذه الطائفة محايدون سياسيا، ولا يؤمنون بالثالوث ولا بنار جهنم ولا بشفاعة القديسين، ويعتقدون أن الكنيسة حرفت الإنجيل.